ما مننكسر. تحت هالشعار احتفل الجيش اللبناني بعيده 77 بعزيمة وإصرار من المؤسسة العسكرية على تحمل مسؤولياتها كصمام أمان الوطن ودرعه. فبعد غياب قصري وتوقف تطوع تلاميذ الضباط على مدى سنتين بسبب الظروف الصحية والوضع الاقتصادي الرديء، عادة السيوف المتخرجين تلمع بثكنة شكر غانم بالفياضية باحتفال ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. لبنان 121 ضابط قسموا اليمين بالله العظيم على القيام بواجباتهم حفاظا على علم البلاد وزودا عن الوطن لبنان. 46 من بينهم من الإناث و75 من الذكور، توزعوا على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، وتم ترقيتهم لرتبة ملازم اعتبارا من 1 آب 2022 تحت تسمية دورة مئوية الكلية الحربية، حيث زين طليع الدورة بامرأة. من بعد عرض التحية واستعراض مختلف القوى والوحدات العسكرية المشاركة باحتفال عيد الجيش برا وجوا، توجه العماد عون للعسكريين قائلا: كونوا على ثقة بأنني لا أوفر جهدا في سبيل التخفيف من وطأة الصعوبات على كاهلكم ضمن القدرات والإمكانات المتاحة. وبالشأن السياسي، طرق الرئيس عون للملفين الرئاسة والحكومة إلى جانب مسألة الترسيم. نؤكد حرصنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية وثرواتنا الطبيعية، وهي حقوق لا يمكن التساهل فيها تحت أي اعتبار. وسط هذا الكم من التحديات والمواجهات، لا يزال لبنان من دون حكومة رغم مضي نحو شهرين ونصف على بدء ولاية المجلس النيابي الجديد الذي تكون من انتخابات عبر فيها المواطن بحرية عن خياراته. وبرغم الرهان على عدم حصول الانتخابات النيابية، بات للبنان مجلس نيابي جديد، وهو رهان يتكرر مع الأسف اليوم في معرض الحديث عن تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية. أني من موقعي وانعكاسا لتحملي لمسؤوليات الدستورية، أجدد التأكيد على أنني وكما التزمت إجراء الانتخابات النيابية سأعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل توفير الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس جديد يواصل مسيرة الإصلاح الشاقة التي بدأناها. لكن هذا الإنجاز الوطني لا يتحقق إلا إذا تحمل مجلس النواب الجديد رئيساً وأعضاء مسؤولياته في اختيار من يجد فيه اللبنانيون الشخصية والمواصفات الملائمة لتحمل هذه المسؤولية. وآمل الله يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية لنكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضرا ومستقبلا. وأشدد في هذا السياق على أن عدم تشكيل الحكومة يعرض البلاد إلى مزيد من الخضات ويعمق الصعوبات الاقتصادية والمالية. ومسؤولية المعنيين أساسية في منع تعريض البلاد إلى مزيد من التدهور. هي مؤسسة أثبتت قدرتها على الصمود، وها هو العيد 77 عم بمر مع عسكريين باتوا أكثر عناداً على مواجهة التحديات مهما اشتدت، انطلاقاً من الشعار شرف تضحية ووفاء.